بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في محاضرة الميسلينيس جروب اللي حنتكلم أول شيء على موضوع الكلاميديا. في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل حنعرف الكلاميديا، حنركز على الكلاميديا تراكوماتس، حنعرف الجنرال فيتشرز للكلاميديا، ثم مورفولوجي اند الكلتشر للكلاميديا تراكوماتس، باثوجينيسيس، لاب دياجنوسيس، ثم التريتمنت اند البريفنشن. احنا اتفقنا زمان لو ما سميناها قلنا ميسلينيس جروب، ما معناها؟ معناها قد يكون هذه البكتيريا معها السلول، قد تعيش انها اوبليجيت انتراسيلولار، قد انها ما تنصبغش بجرام ستين، فجمعوها في مجموعه سموها ميسلينيس جروب، وتحتوي على الكلاميديا والمايكوبلازما والريكيتسيا والكوكزيلا والاكتينومايسيس. دول كلهم اسمهم الميسلينيس جروب. اليوم احنا نبدا في اول واحده اللي هي الكلاميديا. حنتكلم على جنرال فيتشرز للكلاميديا بشكل عام. اول صفه لها انها فيري سمول سايز، تخيلوا حقها السمول فقط من 250 الى 400 نانومتر، فهي فيري فيري سمول. الصفه الثانيه لها انها اوبليجيت انتراسيلولر، يعني ان البكتيريا دي مع انها بكتيريا ما تعيش الا داخل الخلايا. الصفه الثالثه المترتبه على هذه الصفه انها فقط تنمو على اليوكساك للتشيك امبريو او تنمو على اللي هي التشو كلتشر. ما معنى الكلام هذا؟ معنى ان هذا اللي قلناه هو صفه الفيروس مع ان هذه بكتيريا. ليش بكتيريا؟ اولا للصفه الاولى انها معاها ار ان اي ودي ان اي، وهذه لا تمتلكها الا صفه البكتيريا، واحنا تعلمنا ان الفيروس ده ما معوش يا دي ان اي اور ار ان اي، نوت بوث. هذه الصفه الاولى. الصفه الثانيه انها تنقسم بالبريفيشن زي ما انتم شايفين، تنقسم بالبريفيشن، فاذا هي بكتيريا وليست فيروس. الصفه الثالثه ان معاها كمان سيل وول، ريجيد سيل وول وشبيه بالجرام نيجاتيف بكتيريا، اذا هي بكتيريا. الصفه الرابعه كمان ان معاها رايبوسوم، والرايبوسوم ذا يستطيع انه يصنع البروتينات الخاصه بالبكتيريا، فمعاها رايبوسوم ويصنع البروتينات الخاصه بالبكتيريا اللي هي بالكلاميديا. الصفة الخامسة إنها معها ميتابوليك أكتيف إنزيم، يعني الكلاميديا دي معها ميتابوليك أكتيف إنزيم. الصفة السادسة إنها كمان سنسيتيف للأنتيبيوتكس والفيروس، زي ما نعرف إنه ما هوش ريزيستنت للأنتيبيوتك، لكن هذه سنسيتيف للأنتيبيوتك. الصفة السابعة إن معها بلازميد، البكتيريا دي الكلاميديا معها بلازميد، فبالتالي دي صفة البكتيريا وهي صفة أصيلة. طيب السؤال اللي حينطرح، طيب طالما وهي بكتيريا وتحتمل هذه الصفات، ليش عايشة أوبليجيت انتراسيلولر؟ لأنهم وجدوا أن هذه البكتيريا الكلاميديا ما تقدر تصنع الـ ATP، فبالتالي مجبرة أنها تعيش داخل الخلايا حتى تستطيع أنها تستفيد من الـ ATP المصنع داخل الخلايا وتستطيع أنها تحصل على الطاقة. طيب هذا المحور الأول في الجنرال فيتشرز. المحور الثاني حنتكلم هنا في development cycles. هذه البكتيريا الكلاميديا لها unique replication أو multiplication، نسميه احنا development cycles. ايش اللي بيحصل في هذا development cycle؟ ان في two bodies، واحد نسميه elementary body والثاني نسميه reticulate body. طيب ايش وضع هذه bodies؟ اللي هو elementary bodies له المواصفات التالية، انه small وانه extracellular وانه انرت، والنقطة الأهم انه الانفكشوس بارت، بمعنى ان الشيء المعدي لخلايانا اللي هو الاليمنتري بادي هو المعدي او هو الانفكشوس بارت، وبالتالي لما يكون خارج الخلايا نقول عليه اكسترا سيلولر، وكمان انرت مالوش أي معنى، فلابد أن يدخل داخل الخلايا، فعشان تنعدي خلايانا لابد أنها تنصاب بالاليمنتري بادي. النقطة الثانية اللي هو البادي الآخر اللي نسميه ريتيكوليت بادي، اول ما يدخل الالمنتري بادي يدخل بالاندوسايتوزس، يبدا خلاص حيحصل الطاقه فحيبدا يكبر، وبالتالي حيحصل يوتلايزيشن للانرجي وحيبدا ينقسم بالبنريفيشن، ولما ينقسم يعني كريتيكوليت بادي بعدها ينقسم واذا به يتحول مره اخرى الى الالمنتري بادي. تعالوا نشوفها في الانيميشنز بشكل واضح. شايفين في الانيميشنز دخل الالمنتري بادي بالاندوسايتوزس، لما دخل داخل الخلايا بدا يكبر، فلما بدا يكبر سميناه ريتيكوليت بوديز. لما بدا سميناه ريتيكوليت بادي بدا ينقسم بالبريفيشن اهو زي ما انتم شايفين، ينقسم
فهنا بعد ما ينقسم لانه حصل على الطاقه من داخل الخليه هيبدا يتحول مره ثانيه الى elementary body ويخرج من الخليه ويصيب خليه ثانيه. هذه الديفلوبمنت سايكل للكلاميديا. طيب تعال نشوف الكلاميديا ككلاسيفيكيشن، كيف نعمل كلاسيفيكيشن للكلاميديا؟ نعملها كلاسيفيكيشن هي عباره عن 3 سبيشيز، كلاميديا تراكوماتس ومنها 15 سيروتايب، كلاميديا نيموني ومنها 1 سيروتايب، والكلاميديا سيتاسي منها 1 سيروتايب. اذا في معنى 3 سبيشيز بالنسبه للكلاميديا بالكامل. طيب احنا اليوم حنتكلم على الكلاميديا تراكوماتس وحنعمل كلاسيفيكيشن للكلاميديا تراكوماتس. اول شيء في الكلاميديا تراكوماتس انه زي ما قلنا منها 15 سيروتايب، سيروتايب A وB وC، نسميها كلاميديا تراكوماتس سيروتايب A وB وC. النوع الثاني اللي هو كلاميديا تراكوماتس سيروتايب B تو K، والنوع الثالث اللي هو سيروتايبز من L1 L2 L3. طيب تعالوا نشوف اللي هو كلاميديا سيروتايب A وB وC. تعمل ديزيز شهير جدا وقديم جدا اسمه تراكوما. السيروتايب الكلاميديا سيروتايب B تو K تعمل تو ديزيز، واحد نسميه نون جونوكوكال يوريثرايتس والثاني نسميه انكلوجن كونجكتيفايتس. السيروتايب اللي هو L1 L2 L3 اللي هي كلاميديا تراكوماتس دي بتعمل ديزيز شهير اسمه الليمفو جرانيلوما فينيريوم. طيب تعالوا احنا حنتكلم اليوم حنركز فقط على الكلاميديا سيروتايب A B C، بتعمل ديزيز زي ما قلنا شهير اسمه تراكوما، وهذا الديزيز وصف في مصر تخيلوا في عام في 3800 سنة ماضية، يعني قديم جدا، لدرجة انه طبعا تراكوما معناها الرمد، لدرجة ان المصريين اليوم حتى في الجامعات قسم العيون ما يسموش قسم عيون، يسموه قسم الرمد نسبة الى قدم الديزيز اللي هو التراكوما. التراكوما ده اللي هو caused by serotype اللي هو caused by كلاميديا تراكوماتس سيروتايب A و B and C، بيعمل ديزيز اسمه تراكوما. الانكوبيشن بيريد حقه من 3 إلى 10 ايام. ايش اللي حيحصل في الديزيز ده؟ تعالوا نشوف ايش الباثوجينيسيس حق التراكوما. اول نقطه المود اوف ترانسميشن، ينتقل عبر الذباب، وذلك هذا بالتاكيد ينتقل في المناطق اللي ما فيهاش نظافه بشكل كويس، فينتقل عبر الذباب، يعني الذباب يجيب الكلاميديا تراكوماتس سيروتايب A و B و C وممكن وممكن تحصل الانفكشن. النقطة الثانية كمان لو في منشفة، لو في واحد مصاب بالتراكوما وجاء ومسح بمنشفة، جاء واحد آخر ومسح بنفس المنشفة حينصاب. النقطة الثالثة ينتقل من آي تو آي بالفينجرز، يعني لو واحد في عينه واحدة مصاب بالتراكوما ومسح عينه بالشكل ده وراح ودها لهنا حينصاب. فإذا دي 3 مود اوف ترانسميشن. بعد الإصابة إيش اللي حيحصل؟ حيبدأ يحصل حاجة سولينج في الآي ليدز، في الجفن حيحصل سولينج، ولما حيحصل سولينج حيحصل حاجه بنسميها السكارينج للايليد. لما يحصل سكارينج في الايليد حيسحب الايلش اللي هو الرموش الى الاي، فلما تنسحب الرموش الى الاي حتعمل سكراتشنج للكورنيا، ولما يحصل سكراتشنج للكورنيا حتعمل سكراتش وبالتالي حيحصل كرياتو كونجكتيفايتس، يعني حتنصاب الكونجكتايفا والكورنيا، فبالتالي نسمي الديزيز نسميه كرياتو كونجكتيفايتس. اذا ما تعالج هذا الشخص حتنصاب الكورنيا وحيؤدي الى بلايدنس وبالتالي حيؤدي الى العمى. طيب كيف نعمل لاب دياجنوسيس اللي هي تراكوما اللي هي كوزد باي كلاميديا سيروتايب A و B و C؟ بالتاكيد الدياجنوسيس كلينيكالي هذا الاساس، لكن احنا ممكن نعمل كونفرميشن ان احنا نعمل دايركت ديتكشن. كيف نعمل دايركت ديتكشن؟ نروح نشوف نعمل كونجكتايفال سكرابنج. ليش نعمل كونجكتايفال سكرابنج؟ لانها اوبليجيت انتراسيلولار، ونصبغها بجمسستين وحنشوف الاليمنتري بادي والريتيكوليت بادي ان ذا سيتوبلازم. وفي الحقيقه التست ده عاوز شخص اكسبرت، ليس بالسهوله انه واحد ممكن يعملها ديتكشن. النقطة الثانية ان احنا نعمل الاكسوديت اللي طالع من الاي، من ناخذ الاكسوديت ونعمل ديتكشن للكلاميديا الانتيجين، طبعا سواء كان بكاسيت او بالاليزا. كيف نعمل؟ نروح نعمل الاكسوديت ده ونروح نحط عليه سسبنشنز معين عشان يعمل ريليزنج للكلاميديا الانتيجين ونعمل له انكوبيشن، وبعدين نحط البفر، وبعدين ننقل ال 5 دروبز الى الكاسيت. ما معنى الكلام هذا؟ معناها ان الانتي بوديز فيكسد على الكاسيت، الانتي بوديز، او اذا استخدمنا اليزا حتكون الانتي بوديز فيكسد وبالتالي نعمل ديتكشن للانتيجين.
دي واحده من الاشياء اللي ممكن نعمل بها الدايركت ديتكشن. طيب كيف نعمل تريتمنت؟ الكلاميديا تراكوماتا السيروتايب اي وبي وسي اللي بتعمل ديزيز تراكوما التريتمنت لابد ان يكون الاثنين بوث سيستميك، يعني ناخذ ازيثروميسين اورال بالاضافه الى تتراسايكلين اوينتمنت، ده يعتبر دراج اوف تشويس. النقطه الثانيه انه نقطه مهمه لانه هايلي كونتاجيوس، فافراد العائله لو حد انصاب لابد ان افراد العائله لابد انهم يتعالجوا في نفس الوقت. كنت معكم في موضوع سهل وبسيط اللي هو كلاميديا تراكوماتا السيروتايب اي وبي وسي اللي بتعمل تراكوما. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.